أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم. نتوقف فيها عند اتهام ثلاثة راغبين في الترشح للرئاسيات بشراء توقيعات ووضعهم تحت الرقابة القضائية. قضي التحقيق لمحكمة سيدي محمد بالعاصمة أمس بوضع ثلاثة راغبين في الترشح للرئاسيات تحت الرقابة القضائية بعد توجيه لهم تهما بشراء توقيعات. ويتعلق الأمر بكل من الوزير السابق بالقاسم ساحلي، سعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي. وإلى جانب الراغبين في الترشح، أمر القاضي بإيداع 68 متهما أغلبهم من المنتخبين تورطوا في القضية حسب القاضي، ووضعوا الحبس المؤقت، في حين وصل العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 74 متهم. وبعض الأشخاص المحيطين بهم في قيامهم ببعض الممارسات الغير مشروعة. النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة لطفي بوجمعة، وفي خرجة له بعد بت المحكمة الدستورية في طعون بعض الراغبين في الترشح، يؤكد أن ما جرى أثناء جمع التوقيعات مخالف للقانون، والسلوكات التي تمثلت في شراء بعض توقيعات. شراء التوقيعات أبرز التهم، يشير النائب العام. وكان قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي محمد قد أودع السجن مؤقتا 68 شخصا. المتهمون وبعد استجوابهم تبين أنهم متابعون بجنحة تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها من أجل الحصول أو محاولة الحصول على توقيعات وسوء استغلال الوظيفة، إضافة إلى تلقي مزية غير مستحقة. وبين هؤلاء المتهمين منتخبون محليون في مجالس شعبية بولايات عدة على غرار وهران وتيارت وسيدي بلعباس والبليدة والجزائر العاصمة ثم عناب شرقا. مصادر مطلعة أفادت أن المحققين توصلوا إلى أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 20,000 و30,000 دينار جزائري مقابل التوقيع على هذه الاستمارات. أو الفئة الثالثة وهي تخص فئة الراغبين في الترشح. الراغبون في الترشح سعيدة نجزة، عبد الحكيم حمادي، وبالقاسم ساحلي في مرمى الاتهام بشراء هذه التوقيعات، غير أن قاضي التحقيق وبعد سماعهم أحالهم لرقابة قضائية. خرجة النائب العام خلفت جدلا واسعا، فهناك من استهجن العملية بأكملها على أساس أن السلطة تريد الإعازة بأن الطريق للرئاسية مفتوح ولا تشوبه أي عوائق ولا بديل عن المال الحلال، بمعنى أن فساد المال قد مضى وانقضى ولا وجود له في قاموس الجزائر الجديدة، في مقابل من رأى أن موعد 7 سبتمبر ليس ذا بال في الشارع الجزائري بحكم أن من سيفرزه الصندوق معروف سلفا. فلماذا الإمعان في تبذير المال العام بإنفاق قرابة 4500 مليار سنتيم، أي حوالي 4 مليون يورو، لتمويل رئاسيات تضيف 5 سنوات أخرى للرئيس الحالي؟ ناشطون ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمنوا لو أن القضاء فتح تحقيقات أيضا عما وصف بفوضى أرقام سلطة الانتخابات واستعمال مرشح السلطة لوسائل الدولة، بالإضافة لحملة انتخابية مسبقة عبر زيارات يقوم بها وزراء لا يتوانون عن شكر الرئيس والثناء عليه. أما أبناء الحراك الشعبي فقد اتهموا القضاء بالكيل بمكيالين لرفضه النظر أو فتح تحقيقات في شكاوى عشرات الحراكيين حول ما وصفوه بالاعتقال التعسفي وبعض حالات التعذيب، ناهيك عن اتهام سجناء آخرين بالإرهاب. معنا في نقاش من الجزائر الأستاذ عبد الله بول المحامي والقاضي السابق عبر الهاتف وعبر خدمة سكايب من جيش العلي درار الناشط السياسي. نبدأ بالقراءة القانونية. أستاذ عبد الله بول، ما قراءتك؟ مساء الخير جمال، تحياتي لمشاهدي قناة المغاربية ولضيوفك. أولا القراءة سواء من قانونية أو السياسية تستدعي
الملاحظات الأولية التالية. أو لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر سواء منذ دخول البلاد إلى عهد التعددية السياسية أو من قبل أو قبلها، يتم إقحام القضاء الجنائي وتحضير المتابعة الجزائية لتفضي إلى السجن في هذا المسار. بمعنى كان الكلام عن توغل أو توظيف المال في شراء التوقيعات أو عملية التزكية، هذا شيء كان متداول منذ سنوات وسنوات عديدة. لكن إقحام أو توظيف القضاء لردع مثل هذه الممارسات يطرح عدة تساؤلات. هذا شيء ما هوش جديد. ثانيا أنه المعالجة القضائية لهذه العمليات كانت سريعة جدا، لأنه أثناء عملية جمع التزكيات أو التوقيعات دار الحديث أو كثير من الراغبين في الترشح وحتى المواطنين والمنتخبين والناس كان تقول باللي فيه المواطنين من يكونوا صراحة يطلبون فلوس باش يمدوا التزكيات نتاعهم، وحتى المنتخبين يطلبوا الفلوس وبمبالغ يعني ما هيش كبيرة بزاف باش يعطيوا التزكيات نتاعهم. إذن هذا الشيء معروف وموجود. تحرك الأجهزة الأمنية أو جهاز الأمن وفتح تحقيقات أولية ثم الحديث الندوة الصحفية نتاع نائب العام ندى مجلس قضاء الجزائر اللي كانت يوم الخميس، وبالمناسبة تقديمها لهؤلاء الأشخاص أمام محكمة سيدي محمد بحسب المعلومات المتداولة تم بدأ يوم الخميس، بمعنى أنه كان فيه تهيئة وتحضير للرأي العام بأن السلطة ستضرب بيد من حديد وأنه راح تكون جزاءات ضد هؤلاء المتورطين. وفعلا أنه الحوصلة نتاع هذه القضية هو إيداع 68 أو 64 منتخب وضع ثلاثة من الراغبين في الترشح تحت الرقابة القضائية. السؤال المطروح، هل التحرك هذا كان غرضه هو فرض سلطان القانون، بمعنى أنه الغرض من إعطاء الصورة أو القراءة بأنه كاين قانون وكاين عدالة ويجب أن تكون الانتخابات أو العملية الانتخابية نزيهة ولا تشوبها أي شائبة؟ هذا السؤال. اثنين، لماذا لم يتم أن ننتظر أو أخذ الوقت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية اللي ما هيش بعيدة يوم الاختراع في 7 سبتمبر، ثم إذا كان فيه مجال لتفعيل الملاحقات الجنائية أنا ذاك العدالة أو الجهاز القضائي سوف يتم أو يتحرك. إذن السرعة في التحرك، ثم لأن الندوة الصحفية نتاع النائب العام الخطاب أو الكلام اللي قيل فيها هو كأنه تحصين العملية الانتخابية وإبعاد شبهة المال الفاسد عليها. لكن هذا باش تكونوا صراحة، الأمر هذا يتعدى القضاء. توغل المال الفاسد في بالنسبة على مستوى المنتخبين أو حتى شراء الأصوات في مختلف الاستحقاقات السابقة يرجع إلى عهد المندوبيات التنفيذية. الناس ما تنساش لذاك في التسعينات كان كلام كثير يدور بأنه كانوا يشريوا المناصب الدعم بالفلوس، ثم لو يعني كان فيه إرادة، كان في العنوان هو الإرادة السياسية لدولة القانون، ما ننساوش ما حدث في انتخابات سنة 1997. أنا ذاك الحزب التجمع الوطني الديمقراطي أو الراندو اللي كما وصفوه ولد بشلاغمو، حزب اللي ما تتجاوز
خمسة أو ست أشهر على إنشائه يكتسح المجلس الانتخابات من الشعب الوطني ويفوز بالأغلبية. وآنذاك بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني أنشئت لجنة تحقيق برلمانية، وبحسب المعلومات المتوفرة باشرت عملية تحقيق ووصلت إلى معطيات بأنه كانت عملية تزوير ممنهجة وواسعة النطاق، ولكن التقرير وإيدا قفلوا عليه. ثم ما تنساوش عهد الرئيس بوتفليقة لم يتم تحريك العدالة الجنائية إذا استثنينا ما حدث في سنة 2004 مع غريبه علي بفريس وإقحام القضاء بما يسمى بعدالة الليل. إذن توظيف القضاء الجنائي في البداية أو العملية أو في مسار الرئاسية يطرح علامات استفهام كبيرة وكبيرة جدا. طبعا اشرت الى الندوه الصحفيه لنائب العام قبل ايام، نستمع الى مقتطفات منها طبعا، والتي مهدت في النهايه الطريق الى هذا القرار بالرقابه القضائيه لثلاثه راغبين في الترشح، مع توجيه تهم لهم بشراء اصوات، بشراء توقيعات بالاحرى، ووضع العشرات وغالبيتهم من المنتخبين الحبس المؤقت. نتابع. في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إن شاء الله يوم 7 سبتمبر 2024، وبعض الأشخاص المحيطين بهم في قيامهم ببعض الممارسات الغير مشروعة والتي تعبر عن أخلاق وسلوكات مشينة، والسلوكات التي تمثلت في شراء بعض توقيعات مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، فقد باشرت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي بإجراء تحقيق ابتدائي معمق أسفر على النتائج الأولية الآتية. التحقيق أسفر عن وجود ثلاث مستويات، كل مستوى يخص فئة معينة. المستوى الأول أو الفئة الأولى تتمثل في سماع حوالي أو أكثر من 50 شخصا، عبارة عن منتخبين على محاضر رسمية أمام هذه المصالح المختصة بالتحقيق، أين صرحوا معترفين أغلبهم صراحة بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20,000 دينار جزائري و 30,000 دينار جزائري. أو الفئة الثانية وهي عبارة عن قائمة الوسطاء الذين لجأوا إلى طبعا القيام بجمع هذه الأموال وتسليمها بين هؤلاء المنتخبين الفئة الأولى وبين الراغبين في الترشح للانتخابات، أو الفئة الثالثة وهي تخص فئة الراغبين في الترشح المعنيين بهذا التحقيق. والنتائج الأولية كشفت عن وجود 3 أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح، يمكن أن يطالهم هذه أو تطالهم هذه الإجراءات، فقد ثبت أنهم لديهم ماض قضائي متمثل في صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم من أجل تصرفات أخلاقية ومعاملات غير مشروعة، وكانوا محل أحكام بالحبس والغرامة المالية. إذن كان هذا مقتطف من الندوة الصحفية للنائب العام قبل أيام علي درار. في سابقة يتم فتح التحقيق في هذا الموضوع كما يقول الأستاذ عبد الله هبول. أي دلالة سياسية طبعا
في أجواء هذه الانتخابات، هؤلاء الذين سعوا للترشح للانتخابات، انتخابات رئاسية في الجزائر الجديد. السلام عليكم، حياكم الله وشكرا على الاستضافة. نعم، إذا كان الأمر كما يقولون بأن القضية متعلقة بتلقيهم لمعلومات وأخبار بأن هناك تصرفات غير صحيحة فيما يخص جمع التوقيعات وأن هناك تسليم أموال وطرق مشبوهة وممارسات غير صحيحة، فقد ذكرت المترشحة السابقة سعيدة نزة في ندوتها الصحفية، ذكرت أحد المترشحين ذكرت أحد المترشحين بأنه جمع عدد هائل من التوقيعات للمواطنين واتهمته بأنه استعمل طرق ملتوية من أجل جمع تلك التوقيعات، ولم نسمع بأنه تم فتح تحقيق ضد هذا المترشح الذي لم تسميه بالاسم سعيدة نرزة. إذن لابد من فتح تحقيق بما أنهم جادون في هذه القضية، فعليهم أن يتحروا في جميع القضايا المطروحة ويعالج كل الشبهات التي تحوم حول هذه العملية الانتخابية برمتها. كذلك السرعة كما كان يقول الأستاذ هبون، السرعة يعني توحي وتشهد أن ما وراء الأكلة وراءها، وأن القضية ليست يعني محاربة شبه الفساد، لأن هؤلاء المترشحين الثلاثة قد تم إقصاؤهم فلا يؤثر هذا في العملية الانتخابية، وكان أولى أن يترك الناس والإعلام يتفرغون للعملية الانتخابية وبعد الانتخابات لكل حادث حادث بعد ذلك. من الناحية السياسية هناك سبع سوابق لهذا العمل، لأنه إذا ثبت وهو النائب العام يقول بأن الكثير منهم قد اعترف، والاعتراف سيد الأدلة، وهذا العدد الهائل من المنتخبين بين قوسين الذين تم شراء بمالهم ب20,000 دينار و30,000 دينار جزائري، لو لم يكونوا معتادين على مثل هذه العمليه ولم يروا بان الامر كان مسكوت عنه ولا يؤثر اي ازعاج للسلطه ولا للقضاء ولا لجهات اخرى لما اقدموا عليه بهذه الاريحيه وبهذا العدد الهائل، لانه عدد هائل كما يقول الله تعالى اتواصوا به. يعني هناك بهذه العملية بأن يشمل هذا العدد الكبير من المنتخبين، ربما العملية ترجع إلى سعيدة نغزة لعدة الخطوط الحمراء، وقد رأينا هذا في انتخابات رئاسية 2014 عندما أقدم علي بن فليس المترشح آنذاك بالقول بأنه لو يتم تزوير الانتخابات فإننا لن نسكت به المرة بعد الانتخابات وأننا سنتحرك. رأينا بأن عبد العزيز بوتفليقة يومها اشتكاه عند وزير الخارجية الإسباني وقال بأن أحد المترشحين يمارس يقوم بممارسات إرهابية على شاشة التلفزيون وأننا لن نسكت به. فهم علي بن فليس بلسان جيدا بأنه لو يواصل يعني يريد أن يتابع الانتخابات وإذا اتخذ القرار وتم تنصيب عبد العزيز بوتفليقة فإنه لا تعقيب لأمرهم ولا معقب لقراراتهم، فسكت. ولهذا ربما سعيدة نغزة عندما سنسمع ما صرحت به سعيدة نغزة، ولكن قبل ذلك نسمع نتابع في التلفزيون الرسمي كذلك هذا الخبر عن وضع هؤلاء الراغبين الثلاثة في الترشح للرئاسيات تحت الرقابة القضائية وإيداع آخرين الحبس المؤقت. نتابع. عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح في القضية المتعلقة بوقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 7 سبتمبر 2024، تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 3 أوت 2024 تم تقديم 77 شخصا مشتبها فيه، منهم راغبون في الترشح، حيث تم فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة، سوء استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب. بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت، ووضع 3 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء 6 متهمين في الإفراج. أستاذ عبد الله هبول، أعود إليك، هل توافق علي درار بأنه تحرك ربما متعلق بتصريحات سعيد النغزة؟ طبعا يا جمال، هذا الشيء لاحظه الجميع، أنه الراغبة في الترشح سعيد النغزة رئيس الكونفدراليه شباب العمل، إن لم أكن مخطئا، كانت قد عقدت ندوة صحفية نارية وجهت فيها اتهامات كبيرة، وصدر عنها كلام خطير فيما يخص ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية، وكانت قد تعهدت وتوعدت بأنها تملك أدلة وأمور كثيرة تستطيع البوح بها إلى الرأي العام. بتقديري أن هذه المتابعة القضائية السريعة الهدف منها، ومن المفروض أن السلطة الممارسات أو العمل السابق بتاعها أنه كانت تكتفي بغربلة وفرز المترشحين على مستوى المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، وإلى هذا الحد تنتهي الأمور وتنتهي المشاحنات، مع المعلوم بالعلم بأنه الفائز أو مرشح النظام أو المرشح الحر هو الذي سوف يفوز مسبقا بهذه الاستحقاقات، لكن إقحام القضاء والعدالة الجنائية. ولكن هنا السؤال، إقحام القضاء، ولكن من قام بالتحقيق النائب العام يكشف بأنه من قام بالتحقيق هو جهاز الأمن الداخلي، يعني المخابرات ليست الشرطة، ليست درك، ما دلالات هذا؟ هنا هذه عندها النائب العام كشف مسألة بالغة الأهمية من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية. أولا، تولي جهاز المديرية العامة للأمن الداخلي التحقيق في هذه القضية، مع الإشارة بأنه هذا الجهاز أصبح تابعا لرئاسة الجمهورية بمرسوم غير منشور في الجريدة الرسمية، بعدما كان تابعا لوزارة الدفاع الوطني. ثانيا، بمعنى الخضوع المباشر لتعليمات الرئاسة، علما بأن مصلحة التحقيق يفترض أنها تتبع الجهاز القضائي، فيها التخصص أو الخلفية السياسية لهذا الجهاز في تقديري ومعرفتي للممارسة القضائية تحم، هم يتحكمون جيدا في المسائل السياسية أكثر من المديرية العامة للأمن الوطني وجهاز الدرك هذه. وأيضا لأن المسألة تتعلق بالانتخابات الرئاسية، ونظرا للحساسية الشديدة والأهمية، أن السلطة على مستويات عليا قدرت بأن من يتولى التحقيق هو المديرية العامة. طيب، ولكن ربما قد يقفز السؤال هنا في أجواء طبعا اليوم الوطني للجيش والنقاش حول دور الجيش، الذي يسمع إليك أستاذ هبول طبعا وأنت العارف بالموضوع، عندما تقول العارف المطلع أنه المديرية العامة للأمن الداخلي، المخابرات الداخلية، يعني لها اطلاع على القضايا السياسية أفضل من الشرطة، يعني ماذا يقول هذا؟ الأمن الداخلي، الأمن الداخلي التي كما كنت تقول أصبحت تابعة بمرسوم غير منشور للرئاسة، هي تنظيميا تابعة لوزارة الدفاع ومعسكريون، أليس كذلك؟ طبعا هذا أمر واضح، أنه
الإطار القانوني المعروف والمنشور في الجريدة الرسمية بخصوص هذه المديرية، لنكون واضحين، هي المسائل المتعلقة بتدخلها أو صلاحياتها على مستوى الشرطة القضائية، الجانب الاستعلامات أو المقابرات أو هذه الأمور ما هيش معروفة لدى الرأي العام، لأن الإطار القانوني غير منشور في الجريدة الرسمية أو متاح لدينا كرجال قانون. إذن بالنسبة إلينا المديرية العامة للأمن الداخلي، والتي شاءت على أنقاض دائرة الاستعلام والأمن، اللي هي المخابرات التي كان يتصرف فيها الجنرال بالتوفيق بعد إعادة هيكلة هذه الجهات وإنشاء المديرية العامة للأمن الداخلي، تم إنشاء مصلحة التحقيق القضائي. الأصل في أن دائرة الاستعلام والأمن هو الجانب السياسي، المخابرات عندها دراية والعناصر تعمل عندهم تكوين وعندهم تدخل كبير في هذه المسائل، على عكس الشرطة أو الدرك الوطني. طبعا المديرية العامة الوطني عندها المصلحة تاع الاستعلامات العامة وحتى قيادة الدرك الوطني، ولكن في تقديري درجة التخصص ودرجة المهنية ودرجة ربما نسميها درجة البوليس السياسي. نعم، هذا هو الكلام. درجة هذا هو طبعا يعود للمديرية العامة للأمن الداخلي، لأن هذه هي خدمتها، هذا هو بحكم التخصص نتاعهم. وأيضا أنا باعتقادي أن القيادة العليا للجيش وحتى رئاسة الجمهورية في المفاضلة لما تجي تاخذ القرارات الكبرى، أعتقد أنه دائما الأفضلية سواء يعود إلى مديرية العامة. ولكن أليس المفروض يعني جهاز المخابرات يهمه الأمن القومي، يعني للبلد، محاربة التجسس، الجوسسة، حماية الوطن، الأسرار مثلا المفروض الاقتصادية وغيرها، يجد هؤلاء هذه الكفاءات تجد نفسها معنية بتحقيق في نغزة وفي منتخبين يوقعون على جال مليون وزوج ملايين، يعني طبعا مع كل مفارقات ذلك. دعنا هنا نكون واضحين أن الجانب العملية تاع المخابرات والاستعلامات والمراقبة، احنا نتكلموا هنا على المسألة المتعلقة بالتحقيقات القضائية، سيلي دونكات جوديسيير، وهذا أمر الناس يكونوا يفهموه ويعرفوه، أنه إلى جانب الصلاحيات نتاع الاستعلامات والدراسات والتحاليل والأمور الكثيرة الغير معروفة، فيه جانب انت الشرطه القضائيه لا بوليس جوديسيير، بمعنى انه هذا المصلحه عندها اختصاصات انه تجري التحقيقات وتجمع الادله وتتعامل مع العداله. هذا ما فيش اشكال من الناحيه النظريه. احنا بالنسبه لنا كرجال قانون هذا موجود، هذا الامن العسكري اصلا موجود. ولكن هل الامن العسكري في بلدان يحقق في نشاط الاحزاب، يتابع الاحزاب، يراقب الأحزاب، أم أنه مهتم فعلا بحماية الأمن القومي، منع البلد من دخول جواسيس، حماية المعطيات للوطن مثلا وغيره، وليس متابعة نشاط نغزة مثلا وبالقاسم ساحلي الذي يعرفه جيدا، يعني كان وزيرا عند بوتفليقة مثلا. طبعا هم يتابعون نشاط سياسي، هذا ما فيها الشك، ويدخل في صميم عملهم، لكن الإشكالية هو التدخل نتاعهم أو عملية إسناد التحقيق الابتدائي اللي أعطى التعليمات. هنا جمال، الملف اللي موجود في محكمة في القطب الجزائي هو اللي طلع الملف، راح يكتشف الأسرار، من أعطى الأوامر بفتح التحقيق؟ هل هذه المصلحة تحركت تلقائيا بما يسمح لها القانون؟ قال احنا جاتنا معلومات وبالتالي راح نفتحوا تحقيق. وطبعا هنايا يفتحوا تحقيق باعلام النيابه العامه المختصه محليا، وكيل الجمهوريه، وانا يقول وكيل الجمهوريه العداله، تقدر تعطي لهم، قال كملوا التحقيق نتاعكم. وكان في مقدور العداله قال لا ما تحققوش انتوما، نعطيوها لجهاز الشرطه او نعطيوها لجهاز الدرك الوطني. طيب اذا من
كيف بدأ التحقيق؟ طيب وهنا كيف بدأ التحقيقات؟ طبعا كنت تشير وكان يشير علي درار إلى سعيد نغزة والتصريحات. نسمع بالمناسبة ما قالته سعيد نغزة في ندوة صحفية بعد رفض ترشحي. أنا ما يخلعونيش وما يخوفونيش، حقي نديه في إطار قانون ونديه حبة من حبة وكرهة من كرهة. من حبة وكرهة من كرهة، حقي أقسم بالله نديه. إلا وانا نعرفوا هاد يعني الأشياء يديروها، إلا لا قتلوني ولا داوني الشز الحراش، وانا مستعدة والله مستعدة والله ما يخوفوني، حياتي أنا خليتها ورايا. صح حاجة واحدة نعاودها ونكررها، تتمس شعرة من ولادي كما قلتها الحداد في 2014 نار جهنم نشعلها فيهم. وعندي ما نقول، عندي الأيام بناتنا مازال أيام تفوت هذا الأسبوع تاع تفوت في المحكمة. تفوت في المحكمة تقصد سعيد نغزة علي درار أنه طعن في قرار رفض ترشحها، هي الآن تجد نفسها بالعكس هي المحاكمة وتم وضعها تحت الرقابة القضائية. نعم، هي عندما تتكلم بهذه الحدة وأن عندها ما تقول وأنها تخاف من الاعتداء عليها أو على أولادها، من هي الجهة التي تفقدها ومن هي الجهة التي تهددها؟ هي الجهة التي تتهمها سعيد نغزة بأنها أفسدت عليها الترشح؟ يعني إذا كانت تعرف ماضيهم وأن عندها ما تقول ضدهم، وهذا كان سابقا، إلى أين هي ذاهبة؟ بما أنها تعرف ماضيهم، ألم تكن تعلم مسبقا بأنه سيحصل لها محاكمة؟ هنا أفتح القوس فقط بذكر يعني تخصص الأمن الداخلي ومن الشرطة، هم الأمن الداخلي غالبا يعني المخابرات يتكلفون بقضايا أمن الوطن، والشرطة والضبط قضايا أمن المواطن. فهم قضية الانتخابات إذا قرأنا التاريخ نجدهم دائما يرونها بأنها قضية تهم الوطن وقضية مسارية تعالج على مستوى عالي جدا بجدية في المستوى تاع أمن الوطن. يعني أنه كنا نرى بشير فريد عندما كان والي الجيش كان يقول بأن العرب الجزائري عندما كان وزيرا للداخلية اتصل به وطلب منه أن يزور الانتخابات لصالح الأفلام، وقال له لأن هذا يبدو استقطاب المصلحة العليا للدولة، وحتى الناس الذين شاركوا في تزوير الانتخابات السابقة عندهم شهادات يقولون نعم لقد زورنا الانتخابات وشاركنا فيها وذلك من أجل المصلحة العليا للدولة. إذ هم الانتخابات الرئاسية يعتبرونها مصلحة عليا للدولة، ولهذا تكفلت بهذه القضية يعني وأسندوا المهمة للأمن الداخلي لأنه متخصص في قضايا أمن الوطن، بينما الشرطة في قضايا أمن المواطن يعني درجة أقل. أما نرجع إلى السيدة سعيدة نغزة، فالقضية هي تعلم بأنها محكومة، وقالت بعموم لسانها بأن الفائز بالانتخابات معلوم سلف، وهي تعرف هؤلاء الناس وتعرف مدينهم، وعندها ما تقول حولهم ثم زدت بنفسها في هذه المرحلة الخاصة بسلفين. لأنه كما قلت بأن السيد حدث له نفس الأمر في انتخابات 2004، وجد نفسه بعدما كان حوله يعني بارجة إعلامية كبيرة، خرج ب 6% من نسبة 100% ولكن بالمقارنة سعيد نغزة علي درار يبدو أنها كانت تتحدث بثقة يعني وباطلاع وكأنها مسنودة يعني. وأنت كنت تقول ويوفقك الأستاذ هبول أنه هذا التحرك ربما وإن شمل آخرين هو يستهدف بشكل خاص سعيد نغزة، نغزة التي طبعا أيضا كانت في رسالة شهيرة خاطبت تبون وانتقدت الوضع، ثم اضطرت للفرار إلى فرنسا، ثم عادت في ظروف غامضة وترشحت للانتخابات
وتتحدث حتى في الندوة الصحفية بثقة وأنها لديها كل التوقيعات وتتوعد حتى وما يخلعونيش وحقي نديه حتى تقول. حتى علي بن فليس كان الناس يقولون بأنه هو جهات واحدة وكان يتكلم بكل ثقة، ولو رجعت إلى كلامه في ذلك الوقت ستجدون بأنه يقول بأننا لم نفوت هذه المرة على التزوير الذي طارنا سنة 2004. ثم بعد ذلك سمعنا الجنرال محمود رحمه الله يقول بأن علي بن فليس تلعب به بعض الجنرالات وذكرهم ربما حتى باسم نسيت تصريحه، ولكنه قال بأنه تم التلاعب به من أجل البول والبهرجة والعرف الانتخابي كما يسمونه، فلا ضير أن تكون سعيدة لنفس الأمر وأنها ستجد نفسها واحدة الآن، لأن القضية لو أنها يعني تحكمت يعني صوت العقل والرأي السديد والشعب هو صاحب الكلمة، الشعب كان يقول في 2019 بأنه بين من هو الذي سيكون الرئيس، حتى أن هناك من عبر وسماها مصرفية، والناس يقولون بأن الأمور تغيرت وأن المخابرات ستكون ضد الآخر اسمه رئيس عبد المجيد تبون لأنه كان اللي في الحكم بوعزة ولكن تدخل مخابرات تكون تقول في قضايا تهم الوطن بينما الشرطة والدرك ما يهم المواطن. هل نغزة فعلا قضية تهم الوطن والأحزاب السياسية ونشاط سياسي يستدعي تدخل المخابرات يعني في هذا الموضوع؟ ما تفهمش ما الذي يحدث. الأمور معقدة جدا والأمور في ظاهرها تبدو شيئا، ثم بعد مضي الزمن تعرف حقيقة ما جرى. طيب. فتجد بأن تحليلات الناس تقريبا كلها كانت خاطئة لأن الحقيقة والواقع أمر آخر. طيب ولكن ربما نجد إجابة لديك أستاذ عبد الله بول، يقول فعلا علي ديرا في المشهد الجزائري الأمور معقدة. هل المعقدة فعلا أم أنه الأمور واضحة؟ الجهاز الأمن الداخلي تابع للرئاسة وتصريحات سعيدة نغزة المتحدية يبدو أنه أيضا يراد إرسال رسالة إلى سعيدة نغزة، وجاء في الطريق بالقاسم ساحلي وذلك المترشح الآخر للرئاسية. هو أعتقد أنه الرائبة في الترشح لسعيدة نغزة الكلام تاعها كان شديد، كان الخطاب تاعها قاسي وكانت تتوعد وتعطي الانطباع بأنها عندها أدلة وعندها معطيات ممكن لو كانت تبوح بها للرأي العام أو تصرح بها تحدث أضرار أو تصيب جهات معينة أو أشخاص في السلطة، وبالتالي في خشية تخوف من الجرأة نتاعها واللي ممكن تدير أمور وتحدث وبالتالي تفسد العملية الانتخابية أو يكون لها تأثير سلبي. بالنسبة أيضا بالقاسم ساحلي لما تحدث أيضا في الكلام انت رغم أنه معروف أنه ينتبه من دوائر النظام وكان وزير وكان من أشد المناصرين تاع الرئيس المتوفي بوتفليقة، كان مشهور بتصريحه في 2009 العهدة الخامسة متحمسة. طبعا إذا باش اللي هو يعرف النظام، ما نقولش يعرف النظام كامل، على الأقل عنده معلومات وعنده معطيات كيفاش تمشي الأمور، يستعمل هذا النهجة أيضا في الندوة. أعتقد أنه وهذا الكلام التعم أو هذين الراغبين في الترشح رغم إقصائهما إلا أن هناك جهات بالحكم أرادت أن تسكتهم لتحيدهم عن طريق القضاء الجنائي بالملاحقة الجزائية ووضعهم في الرقابة القضائية. طيب. لكن في تقديري السؤال المطروح واللي ما هوش باي، هل تم سماع هؤلاء الراغبين الترشح الثلاثة بمعنى سعيدة نغزة وبالقاسم ساحلي وأيضا الدكتور الحمية، تم سماع أقوالهم واستفتاءهم
أثناء التحقيقات الابتدائية من طرف جهات الأمن الداخلي. هو هذه النقطة اللي ماهيش واضحة في الملف. إذا كان المنتخبين الآخرين تم الاستماع إلى أقوالهم وفيه من اعترف وقال باللي أنا طلبت فلوس وأعطوني فلوس والوسطاء، السؤال المطروح هل هؤلاء الراغبين بالترشح الثلاثة تم استنطاقهم؟ طبعا، ولكن حسب بيان النيابة العامة يقول تم تقديم بتاريخ 3/4 أوت 77 شخص مشتبها فيه منهم راغبين في الترشح، يعني معناها كأنهم بينهم فيما يبدو حسب صياغة البيان. أستاذ عبد الله يا جمال، صياغة البيان صياغة ذكية، الكلام والعبارات المستخدمة في غاية الذكاء. فرق بين تقديم بمعنى تقديم لهؤلاء المشتبهين من طرف الشرطة القضائية و عرضهم على وكيل الجمهورية، وفرق بين الاستماع. السؤال اللي طرحته أو التساؤل اللي طرحته، هل تم السماع لما نقولوا سعيد نقصى للموقع نتاعها كراغبة في الترشح وبالقاسم تحلي كرئيس حزب، ولا هل تم الاستجواب بمعنى استنطاقهم؟ طرح عليهم أسئلة من طرف ضباط الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الداخلي، أم لم يتم الاستماع إلى أقوالهم وتركت المهمة إلى القضاء؟ وهنا هذه مسألة بالغة الأهمية من الناحية القانونية، وفيما بعد تستخلص منها القراءة السياسية. إذا لم يتم الاستماع إليهم فلماذا؟ طيب، ولكن والقراءة السياسية ما تعليقك على التصريحات خطيرة نغزة أنه أنا مستعدة ومستعدة الحراش أو لأي شيء، ولكن ما تمسوش أبنائي، تحذر من المساس بأبنائي. الجمال، هي صح الكلام أو الكلام سعيدة نغزة كان خطاب هجومي وكان خطاب حاد، وأعتقد في تقديري أنها استشعر خطرا أو كاين من جهات معينة أو أطراف معينة حبوا يقطعوا لها الطريق وما تترشح في الانتخابات الرئاسية وما يقبلش ترشح عندها، لأنه سعيدة نقطة تعلم علما يقين أنها لن تفوز، ولكن قبول ملفها وإعطائها صحة المترشحة الحملة الانتخابية سيوفرها لك الفضاء أو الإطار القانوني والسياسي لتقول ما تشاء وتمرر الرسائل والكلام اللي تحب تقوله للرأي العام. إذن هذا هو المقصود نتاعها. الجهات الأخرى قطعوا لها طريق، قال الملف تاعك ما هوش قانوني، الملف ما كيش مستجمع لشروط الترشح، السلطة نتاع الشرفي قطعتها والمحكمة الدستورية أكدت هذا الإقصاء، ولكن تخوف وبالتالي أي التخوف التحرك تاع السلطة. باش نكون واضحين، ما جاش من فراغ، لو كان ما كانش معطيات مادية بمعنى وقائع وأفعال ثابتة اللي هو الدراهم تسلمت للمنتخبين باش يوقعوا، ما كانت السلطات تقدر تفبرك ملف في الفراغ، لأن الأمر صعب وصعب جدا. السلطة عندها حاجة بيدها وظفتها القرار الذي يخص نغزة وساحلي والمترشح الثالث طبعا هو غير معروف، أنه وضعهم تحت الرقابة القضائية، هل يقتضي ذلك أوتوماتيكيا منع من مغادرة التراب الوطني؟ كانت هناك إشاعة قبل أيام بعد ندوة مباشرة بعد تصريحات نغزة بأنه أصبح هي ممنوعة من مغادرة التراب الوطني، يستجيب ذلك أيضا منع من الإدلاء بتصريحات وأي نشاطات أوتوماتيكية، أم ليس بالضروري يجب أن يكون مؤكدا ذلك من قبل القاضي؟ من ناحية القانونية يا جمال، في إطار التحريات الابتدائية أو الأولية تستطيع وكيل الجمهورية هذا في قضايا القانون العام بناء على طلب الشرطة القضائية أن يصدر أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. هذا شيء معروف من الناحية القانونية وما فيش إشكال. يأتي بعد ما تقدموا أمام القضاء
بمعنى قاضي التحقيق عنده الأهلية وعنده الصلاحية أنه يضحن في الرقابة القضائية وفي إطار الرقابة القضائية فيها حزمة من الالتزامات ولا الإجراءات. ما هيش المنع بالمغادرة التراب الوطني فقط، فيها كثير من المسائل ولكن محددة على سبيل الحصر. ما يسمى بمعنى التصريحات غير موجود على الإطلاق، لأنه هذاك فيه مساس بحرية التعبير، يقدر يطلب منها تسلم جواز السفر، يقدر يجي يطلبوا منهم يوقعوا بصفة دورية، يقدر يطلب منهم ما يغادروش حدود إقليمية. المادة 125 على ما أعتقد أولى فيها هي اللي تحدد هذا. طيب، ولكن هذه خطوة فقط، ما زالت المحاكمة ليس كذلك، يعني لم تنتهي القصة. طبعا لأنه المشكل في هذه القضية هما المنتخبين اللي راهم سجن، 68 منتخب راهن الحبس المؤقت، هذا راح يكونوا بالنسبة لجهاز العدالة عبء كبير بالنسبة لقضية التحقيق مهما يكون من أمر، حتى ولو الوقائع ثبت بهم. ماجستيون انت هذا الملف من الناحية القضائية، إذا ما نتحدوش من الناحية السياسية راح يكون عبء على القطب الجزائي، على القطب الاقتصادي والمالي، لأن يعني هذو ناس في الحبس عندهم أهاليهم ومن بعد راح يتأسوا في حقهم محامي. أيضا الملف راح يكون كورة ثلج. لا، أنا في تقديري بحسب تجربتي راح الملف يمشي ويتباع، لأنه فيه ناس راهم في السجن. الناس مش راح تقول الانتخابات الرئاسية منتخب في الجلفة أو في باتنا أو في صعيدة الأهالي نتاعو ما همش راهين يربطوا الأمور بالانتخابات الرئاسية. راح يقول كنا عندنا واحد من فبيتنا وفي جولة بيخرج علىها راهو في الحبس على 2 ملايين. إذن هاي الإشكالية القضائية اللي تطرح في هذا الملف، وفي تقديري أعتقد أنه يجب إعادة النظر في الأمر ووضعه. طبعا إلى ناس غلطوا يتلقوا جزائهم، ولكن الجزاء يكون في كنف المساواة أمام القضاء والمساواة أمام القانون، لأنه هذه هي دولة القانون. طيب، ما نسوي بالناس كل ما نميزش بين الناس مهما كانت المرات دعمه مهما كانت الأمور. المواطن هكذا لازم يفهموا، لازم الرسالة هكذا توصل. طيب، ولكن على ذلك الرسالة على ضرار سياسيا وتمييز، يعني قصة تمييز تبدو مطروحة يعني وبشكل واضح، أنه وانتخابات تبدو مفصولة، يعني حتى بناء على هذه السابقة في التحقيق في مثل هذه الأمور في انتخابات رئاسية في الجزائر. وبالمناسبة تبون اليوم يعين إبراهيم مراد مديرا للحملة الانتخابية وزير الداخلية، وهذا يقول ما يقول بحسب معلقين، يعني في انتخابات رئاسية نحن على بعد تقريبا شهر منها. نعم، هي الخطة مرسومة والنتيجة موجودة، واليوم التالي بما بعد الانتخابات مهيئ وما بعده مهيئ، وكل الأمور يعني مرتبة ترتيبا دقيقا. ما يعني التعليق على مثل هذه الأمور يبدو يعني أنه يعني لا طائل منه، والدليل على أن الأمور محسومة ومرتبة سابقا هو إسكات الذي يجب أن يسكت، الذي لا يريد أن يسكت يجب عليه أن يسكت، مثل سعيد نغزة كان عليها دورها سواء أنها زج بها في قضية في الصراع أو هي زجت بنفسها، كان مسموح لها بأن تصل إلى مرحلة وضع الملفات لدى السلطة الوطنية المستقلة، وهناك ينتهي دورها وترجع إلى بيتها مثل بقية الراهبين في الترسة، سواء يتم رفض ملفها لسبب أو لآخر. هي لم تلتزم بالأمر ولم تظن بأن دورها ينتهي من هنا، فأرادت أن تضيف خطوة أخرى، فكان يجب أن يستعمل سيف الحجاج لإسكاتها. وهذا دليل على أن الأمور ماضية ولا ينبغي لأي أحد يقف في الطريق. ولقد رأينا اليوم الأستاذ العربي فرحاتي تم استدعاؤه واستماعه من طرف الجريمة الإلكترونية وأخلي سبيله. هذه ليست أمور يعني عبطية هكذا، نحن ماضون إلى
ان ما يكون هناك تكييف على هذه العمليه الانتخابيه، وان تكون هناك صوره معينه بان الجزائر كلها ماضيه في الانتخابات، حتى اننا راينا بان تيزي وزدو ولاية لم تشارك في الانتخابات بالارقام وباعترافهم وكل شيء، ولكن عندما اريد المشهد بان يبدو مشهدا وطنيا كانت هناك زياره لعبد المجيد تبون وتم تسليمها على ان اعلاميا على ان هذه الزياره الاستثنائيه هي التي تعكس حقيقه تيزي وزدو الذين استضافوا الرئيس وانهم منخرطون في العمليه السياسيه في الجزائر، يعني العمليه السياسيه الرسميه المرتبه. هذه المشاهد التي يريدونها ان تكون وان تبدو وان تقبلها وتسوق لها، او انك تسكت ولا تتكلم اطلاقا او تتم اسكاتك. علي ديلار ناشط سياسي كنت معنا من جيجه، شكرا لك. شكرا كذلك للاستاذ عبد الله بول المحامي والقاضي السابق كان معنا عبر الهاتف. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.